مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اشخبار السوق. وكيف ما معودينكم اكيد ثلاث شهر مدى الفضيل بان كل نهار كنزلو السوق باش كنحاولوا نوصلوا لكم الاسمنه. اليوم جينا السوق باش نشوفوا الاسمنه ديال العطريه واش غاليه ولا رخيصه، وكذلك نشوفوا اقبال ديال المواطنين. اجيو تابعوا معنا. لا العطريه مزيانه، الثمن اللي كاين هو اللي كاين، باقي ما تزادت حتى حاجه. العطريه بحال اللوز 1200، القرقاع 1800، حاجه مزيانه. العدس 10 دراهم، الحمص 260، الججل 440، كوكو 460، كوكو البلدي ب 600، التحميره 40 درهم، حاجه مزيانه. كاين اقل من داك الشيء 30 درهم 25 درهم، حاجه مويه عيانه. كاين كل واحد كيدي على جهدو، كاين اللي يدي 100 ريال من الحاجه، كاين اللي يدي 40 ريال، فهمتي؟ كل واحد كيدي الحاجه اللي هي كتسلكو. الحمد لله، الله يجعل البركه، بنادم قناع وتشبع. رخيصه بزاف، كاين شي ثمن عادي رخيصه وكاين اقبال. السكن الكبير كيدير 60 درهم، الخرقوم كيدير 50 درهم، البزار كيدير 60 درهم، التحميره 40 درهم، كيمون بلدي كيدير 120 درهم، قرفه البلديه كدير 80 درهم. عادي بزاف، مازال الثمن عادي بزاف. لا لا، الثمن عاديه، الثمن عاديه. هذا العام ما كاينش، كاين الاقبال وما كاينش الثمن طيحه بزاف. الثمن طيحه بزاف عاديه. في الاول كانت العطريه كان كيديروا فيها التوابل، البزار، التحميره، السكن الكبير، الخرقوم. دابا ولا التمر، دابا جاي الفاكهه، جاي اللوز، قرقاع، الزبيب، التمر، بيستاج، الاكاجو. مزيان عادي، مزيان كما موالفين، ماشي شي اقبال، ولكن كما اقبال عادي، ماشي شي حاجه بين الناس. الله يكون في العون. لا هذا العام احسن من رمضان اللي فات. هذا العام كلشي كان رخيص، كلشي كان موجود هذا العام بزاف، كان قليل. هذا العام كان شويه السلعه موجوده وطايحه في الثمن. التمر ديال الجزيره عادي طيح بزاف، ناقص 20 درهم في كرطونه. القرقاع هذا العام ناقص 100 درهم 110، مالف كيكون 120 درهم 140 درهم. لا لا، العطريه كتبقى ثمن العام اللي طايحه بزاف. اول رمضان العطريه رخيصه بزاف، هو دار رمضان هذا، مالف تكون العام الاول كانت غاليه، هذا العام كانت العام رخيصه بزاف. تقدر يدي 120 درهم. بالنسبه الرابعه انسان بسيط ولا غيدي رابعه صغيره غتسمى 60 درهم. رابعه كبيره كتسمى 150 غرام، كتسمى 120 درهم. بالنسبه لواحد اللي غيدي رابعه صغيره كدي 60 درهم. خرقوم وسكن جبير وبزار، طيب هما اللي كيستعملوهم بزاف، هما اللي كيستعملو بزاف. خرقوم وتحميرة وسكن جبير، كلش كيدير خرقوم وتحميرة وسكن جبير وكامون. الثومة هاد العام قليلة، لا بقات الوحدة الجوج، اش كنت تحرك السوق؟ العام الأول ضرنا هاد العام شوية، حنا مع المواطن، كيكون حتى القدرة الشرائية ديال الناس ما كايناش عندهم فلوس، الناس ما عندهمش، الله يكون في العون. وهذا الشيء ديك اختي مناسب البزار ولا التحميره، انا كناخذ داكشي عادي بعدنا بحال رمضان بحال الايامات الاخرى. وعلينا يلاه اختي، الناس كل واحد كياخذ على قد الجهد ديالو، هادشي ليك، كل واحد كياخذ على داكشي اللي يقدر عليه. شويه اقبال في كل شيء، ماشي غير في العطريه، اقبال شويه ناقص شويه. الله يكون في العون، بنادم راك عارف الازمه وبنادم ما خدامش. ولا اله الا الله، احنا عندنا ترانسبور هنا كنضلوها واقفين. كل شيء زين، اللي ناكلو من الرخيص وناكلو من الغالي. الله يرزق الصحة والسلامة وتصرف. تقدى البزار، تقدى السكين جبير، تقدى الخرقوم، تقدى كل شيء كنتقداه، تاع المرايقة. هو أنا عندي كي الغلا كي الرخيص.
كنجيب جهدي. كلشي عندنا زين الحمد لله، الله يخلي لنا مالكنا، كلشي موجود والخير موجود. لا كثير خير تبارك الله، خيرات ربي غدا يعين الحمد لله ونشكره بمغربنا. واخا كورونا الخير موجود، الفواكه غدا يعق، كلشي رخيص وكلشي زين، الله يخلي لنا مالكنا ويزيد في عمره. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفتوا بان الاجوبه كانت مختلفه، فبعض الناس قالوا بان العطريه رخيصه بزاف، ولكن كاين بعض الناس اللي قالوا بانها غاليه بزاف، وكذلك خصوصا بالنسبه للمواطن البسيط. وصلنا الى نهايه الحلقه هذه، كنضرب لكم موعد الحلقه الجايه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.